heavy security presence in the Sudanese capital, Khartoum, as rival political factions mount protest. Hundreds of supporters of Sudan's transitional government have taken to the streets, while pro-military activists maintained a sit-in outside the presidential palace that started on Saturday. Flashing victory signs and burning tires, the pro-civilian rules protesters say they are afraid of the return to military rule. في تاريخنا برضو الطويل إنه برضو بنعمل تماماً إنه الانتقال الحكم العسكري فترة انتهت خلاص بالسودان وما في رجعة تاني للحكم العسكري خالص ونحن برضو بنعمل تماماً إنه الانتخابات برضو يكون وفقاً للوثيقة الدستورية. في الحقيقة أنا طلعت أدعم الحكم المدني وطلعت عشان العسكري يسلم المدنيين لأنه فترتهم انتهت وديناهم فرصة كافية و. نتمنى انه بعدين يشوف دوله مدنيه خالصه ده ما طلب دي حاجه موقع على الشق العسكري ذات نفسه انه هيسلم للمدنيين يعني فده ما طلب